اهلا وسهلا بكم في رحاب جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين شعبه ولايه شلف. حللتم اهلا ونزلتم سهلا، فاهلا وسهلا بكم الى هذه التظاهره التي نحتفي اليوم او نقف اليوم الى جانب اخواننا في الاراضي المحتله، ارض فلسطين الحبيبه وبالضبط غزه الجارحه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. ونتنياهو يخرج كثيرا يهدد قادة حماس بالقتل وأنه لن يترك أحدا حتى يلحقه، والله رد عليهم ردا حاسما حينما قال والله يحيي ويميت. الذي يميت ليس نتنياهو، الذي يميت ليس بايدن، الذي يحيي ويميت والله رب العالمين. فهؤلاء الذين ماتوا في غزة ماتوا بقدر الله سبحانه وتعالى وبأمره، وهم ليسوا أموات، هم شهداء. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بولاية شلف، وإيمانا منها بواجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه قضية المسلمين المركزية في فلسطين، وأمام العدوان المتواصل على أهلنا في غزة، أمام هذا الصمت الرهيب لدول العالم، فجمعية العلماء كغيرها من حساسيات المجتمع الجزائري لم تتخلف عن النصرة، فهي تقيم هذا اليوم التضامني الذي سبقته أيام أخرى في ولاية أخرى من الوطن. الذي يجمعنا اليوم هو أن قلوبنا وأرواحنا مع إخواننا المجاهدين في فلسطين، مع الصابرين والصابرات الذين امتحنوا في حياتهم، امتحنوا في أولادهم، امتحنوا في ممتلكاتهم وديارهم، امتحنوا في أنفسهم وأرواحهم، ولكنهم صابرون محتسبون. هذا النموذج من البشر أعجب بها الغربيون، قال كيف نرى أما تحمل أشلاء ابنها أو بنتها وهي تحمد الله وتسبحه. نطمئن أهلنا في الجزائر على أن المقاومة بخير وأنها قادرة على الاستمرار بإذن الله تعالى وتحدي هذا الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني في غزة قادر على الصمود رغم كل الآلام والتضحيات والجراح، وهذا التحالف الغربي مهما بلغت التحديات لن يفلحوا في كسر غزة أو دفعها للإستسلام. غزة أثبتت بشعبها ومقاومتها أنها أعلى من هذا الاحتلال وأنها قادرة على المواجهة وقادرة على الصمود والتمضي كذلك. الإدارة الأمريكية التي تقف خلف هذا الاحتلال عليها أن تراجع موقفها، لأنها تمارس عدوانا إلى جانب الاحتلال ضد شعبنا وضد أمتنا. ولا شك بأن الشعب الجزائري في الحقيقة يساعد الشعب الفلسطيني بدمائه، بل لو فتح يعني التبرع بالأعضاء لا رأيتم أن أكثر الشعوب التي تبرعت بأعضائها هو الشعب الجزائري للفلسطينيين. وقضية فلسطين ليست قضية سياسية أو قضية أرض أو حدود أو أرض يمكن أن تباع أو يتنازل عنها أو يمكن أن تعوض بأرض أخرى، وإنما هي قضية عقيدة وقضية وجود. أما الهزيمة إذا كان قد متأكد معناها أنها تأكد بصفة نهائية، بصفة لا تدع مجالا إلى الشك والخلاف، أن ما يسمى بالأمة العربية أو ما يسمى ببعث عربي جديد أو بنهضة عربية جديدة
كما تعلمون بأن القضية الفلسطينية قضية مركزية وهي في كل قلب جزائري، وبما أن الجزائريين ولدوا أحرارا وعاشوا أحرارا ويموتون أحرارا، فإن العدالة عندهم قبل الأكل والشرب. فها نحن ذا في هذا اليوم المبارك في الفاتح من رجب، والحمد لله تعالى وفقنا الله عز وجل أن نلتقي في هذا المكان من أجل أن ندعم هذه القضية، ندعمها قلبا وقالبا، ندعمها بالدعاء وبكل ما نستطيع أن نقدمها. معركة طوفان الأقصى هي نتاج ما كان من مقاومات خاضها إخواننا الفلسطينيون ليعبدوا من خلالها المعركة الكبرى، معركة طوفان الأقصى التي تعبد الطريق بإذن الله عز وجل لتحرير المسجد الأقصى والقدس الشريف. لذلك لم يبقى لأي إنسان ناظر متابع شك في أن المعركة أي معركة طوفان الأقصى فاصلة وواضحة وظاهرة لمن أراد أن ينضم وينخرط. وماتوا رجال ياسرين ربي يرحمهم، وقعدنا 7 سنين في مصرع. احنا كنا طامعين بان نفوتوا لفلسطين، ولكن توقف الحرب. جينا في 73، جينا دخلنا في 67، الجيش تاعنا يجي ويروح. من بعد للسبعين 73 دخل الجيش تاعنا. على كل حال جهود جمعية العلماء يعني ما كانتش يعني بداية من أحداث 7 أكتوبر، إنما يعني هي يعني من قدم الثورة. فقد شاركت جمعية العلماء في مناصرة القضية الفلسطينية، وقد تربى أبناء الجزائر على مناصرة القضية الفلسطينية بتوجيه من القيادات الراحلة المخلصين لقضية فلسطين. هذه القضية التي قيض الله لها أناس من خارجها، على سبيل المثال دولة جنوب إفريقيا التي تقاضي اليوم الكيان الصهيوني الغاصب في المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما صرح به رئيس الجمهورية أيضا أنه سوف يتابع قضائيا الكيان الصهيوني.